السلام عليكم. اللي دخل يبارطاجي الخوت، يا ربي تسناو تبارطاجي اللايف. عليكم السلام شاف موحى، تحياتي خويا. خوتي اللي دخل يدير لايك باش يطلع اللايف، تحياتي. عليكم السلام. اللي دخل اخوتي يدير لايك، الله يحفظكم، باش يطلع اللايف. عليكم السلام. هاي أسامة. عليكم السلام، الله يحفظك خويا مراد. اللي دخل اخوتي يدير لايك، خوتي 68 واحد. اللي دخل يدير لايك باش يطلع اللايف. يلا خوتي اللي لايك، خبر عاجل. يلا نيت عليكم السلام. نيبال اخبارك؟ وي وي، على داك الشيء يا مريم. مريم اللي دخل اخوتي، انت 81 دير لايك، الله يحفظكم، باش يطلع اللايف، عشان نتكلموا كل شيء لي لايك. وصلت 800 700 800 700 800 اللي وصلت ونسبة 60% مخلصة 800 700 400 درهم. 400 درهم نسبة 60% مخلصة 40 400 درهم، باش تفهم. زائد 40% مخلصة 200 درهم. ودي 800 درهم قبل البنت، وهذه 800 درهم. كاين شي ناس اللي انهم مخلصين 800. كلشي لي لايك اخوتي. يوتيوب احسن من انستغرام. كلشي لي لايك، الله يحفظكم اخوتي، باش يطلع اللايف اخوتي. السلام عليكم. بعدا نبداو الاخوان، ان هذا السيد كنا كنعرفوا ان تقريبا دابا اكثر من 15 يوم هو كيدير الاشهارات عنده، يعني في ستوريات، يعني كاينه واحد الحفله فيها مغنيين، سيرتو واحد المغني مشهور. كنا كنشوفو بزاف، يعني كنا كنسمعو 400 درهم. كان كيقول لك فيها حلوه، فيها حلوه ديال اللوز، فيها عصير، فيها بزاف الحوايج. لا كانت 400 درهم انا في الاول، 400 درهم في الاول، يعني راه دوجور ولا طرواجور اللي ولات 200 درهم. انا ناس عارف متبع، الناس مخلصين 800 قال لك 700 درهم، وكاينين الناس اللي مخلصين حتى 800 700 درهم. تصور ان هذا السيد لما فاش تكلمت على الموضوع، فاش بديت كنتكلم على الموضوع، دخل معايا على الخط، ولا كيهدد فيا في البريفي، كيسب فيا بزاف الحوايج. علاش اخي تسبني؟ وانا كنت كندوي على ديك السيده بالنسبه لقضيه نزار كذا، بحكم ان باقا على ذمه هذاك السيد اللي هو نزار زوجة ديالو، تبقى معاه. هو جاتو النفس بحكم هو اللي مصيبط ليها، يعني فيزا باش تجي عن طريق شي واحد كيعرفو ولا شغلو هذاك. معلومات نصب، هادشي راه باينة. خوتي لي لايك، الله يحفظكم، باش نكملو في الموضوع. السيد دخل عندي بدا كيسب فيا، انا بديت كنتكلم، من بديت كنتكلم ودرت عليه فيديوهات، السيد ضربني بكوبي رايت. اذا من ضربتيني كوبي رايت، انا شنو عندي خدمه قانونيه بالرجوله، لا في الامارات لا في المغرب. واش من حقي ولا ماشي من حقي انك تعديتي عليا وكتدعي بزاف الحوايج؟ ربي جابها لك. واش هاد النصب اللي كتنصبوا على عباد الله في حفلات بزاف الحوايج؟ راه كنت كنقولها لكم، وعباد الله، واش واحد السيد لوبيا ديال الخلا تيقوا فيه وربي قال لك ان راجل كينكح راجل، راه العرش كيتزعزع، راه حطه بجهنم وعتيق فيه؟ راه شو ما تشوفش انسان في الكاميرا كيبين لك البراءه وكيبين لك بزاف الحوايج، يبين لك البراءه، اما شوف في الواقع، شوف الماضي ديالو شنو كيدير،
شوف بزاف الحوايج، شوف واش كيدير في دبي، شوف واش كيدير في الشارقه، شوف بزاف الحوايج، راه مع مشتك مع مشباتك، شوف شنو اللي كيبانوا معاه. سولوا ناس اللي بالامارات واش نتوما يبقى يضحك عليكم بنان انت علاش؟ هو طلع النصاب، هما طلعوا النصب. تصور ان الناس، واش الناس صيبطات لكم الشرطه قالت لكم هذيك الحبله ملغيه دون ترخيص، و 9 الصباح ومازال كتبيعوا، 9 الصباح مازال كيبيعوا تيكيتات. الصباح جاو، ما 9 الصباح جاو البلاغ، جاهم البلاغ صافي ملغيه. هما طحنوا عباد الله، وقالت لك طحنوا بعباد الله. السيده بحال اللي كدوي من فرنسا جايبه مع 17 واحد. تصوروا ان ناس بغاو فرنسا بحكم بزاف الحوايج ما كاين، جا ان مطرب معروف اللي هو حاجيب، يعني جاو ان باش تفرجوا بحاجيب مخلصين فلوسهم، توليو ناس من عباد الله، يعني ناس مديبلاصين من فرنسا، كاين اللي جاي من هولندا، كاين اللي جاي من جميع المدن المغربيه، نصبوا عليهم راه عارو حشومه. ودابا لو وقعت شي كارثه في القاعه الناس هما ما بغيتش يخرجوا لحد الان، بغاوش فلوسهم، بغاو فلوسهم، قالوا لهم ما كاينش فلوس. كيفاش ما كاينش الفلوس؟ قالوا لهم ما كايناش، ما يمكنش. وي طبيعه الحال جالس بالامارات، حتى واش اللي جالس كدوي ان على واحد الحفله وانت باقي وانت بالامارات، ما فهمتش هذا، وفلوس كتشدها وانت بالامارات على واحد الحفله، كيفاش تنظم هذه الحفله؟ ما فهمتش. مول 400 درهم، مول 500 درهم، هان شوف. ما تسميش ما تسميش، هالو؟ اوكي اوكي، يعني راه حشومه وعار صافي. يعني انا وقع لهاد الناس، يعني خص الناس تردوا لهم فلوسهم، من حقهم يطلبوا فلوسهم صافي. ما وقعتش الحفله، طراو اشكالات، رجعوا الناس رزقهم، رجعوا الناس رزقهم. حشومه هاد الشيء راه عار، وحشومه ديروا الناس بحال هكا، ما يمكنش. وانت علاش ما جاوبتيش البارح؟ الشرطه عيطولك دبي، علاش ما جاوبتيهمش؟ يعني ناس قدموا بك بلاغات، خصك تجاوبهم بالرجوله، جاوب الناس. تبقاش بنان جيبها فمو وقول، طالع كتبان على عباد الله، راه حشومه تبقاو تبانوا على عباد الله. وراك قلت لك انا جبتيني، راه جبتي بعافيه، جبتيني مرحبا بالقانون، مسألة قانونية نمشي معاك اخويا. فيديوهات كتسب فيا، كتقذف ليا في والديا، لا هاد المرة، لا مرة تقريبا دابا واحد الربع شهور حشومة تسب ليا والديا. والديا شرف من والديك، والاب ديالي مسكين راه دافن 33 عام، لا تسب ليا والديا. تا معروف بزاف الحوايج كدير في الامارات. نيبالا اودي، لا اله الا الله. خوتي لي لايك 146 واحد لي لايك باش نعرفوا الموضوع، باش نكملوا الموضوع. كلشي لي لايك اخوتي، لكم ني با لا. عن طبيعة الحال اختي زين حمزة، طبيعة الحال دخل السي الحموشي، راه هادشي راه قضية صعيبة. كيفاش هو لهيه ودير حفلة هنا؟ هو ما فهمتش انا هادي هي، كيفاش هو لهيه ومدير حفلة هنا في المغرب؟ انا فهمتهاش هادي هي، ما دخلت ليا العقل، والله ما دخلت ليا العقل. بحال اللي درت لهم غرزة خميسات، بحال اللي درت لهم المغرزة، قضية المغرزة، بحال اللي درت قضية المغرزة. اشنو عندي الجيب واي؟ الجيب واي او فين هما الجيب واي؟ انت نصبتي على عدد ديال البنات والمغرزة، لا انت لا دابا اللوبيا المشقوقه، انت ويا بجوج ياك، حدا حدا بجوجكم دايرين هذا المشكل. ندير الجيب واي، هما ثلاثه البنات ديكلاراو بيك، ياك الشرطه استدعات الام ديالك باش تسمعوا ليها حشومه. فلوس بارده، واش فلوس بارده؟ راه هادشي ما فهمتهاش انا خويا، والله ما فهمت هادشي انا، فلوس بارده كيديوها ما فهمتش. الله يحفظك خويا محمد. الله يرحم، حق الله.
نجا تجمع الفلوس الحبل وهمل حافظ والله الا عمل صغير ده حافظ والله الا محشوم. وراه هادي راه بنان شوف خوتي تبقاو تشيخو من الكلام المعسول والهضره خوتي حباباتي كذا ما كذا راه حشومه. تبقاو تثيقوا بواحد لوبيا ديال الاخلاق تثيقوا به بس هو محل الشب حاشاكم لا اله الا الله فاين ظهروا وتثق به تصديني ها تثق بواحد ما حان الشب هذا فين كيعرف الله راه ميؤوس من رحمه الله راه حط بجهنم راه واحد حط بجهنم تثق به انت. وده هو الغريب في الامر هو واحد الرباعه ان عنده شي جروب ولا هذا كيقاولهم نديروا لكم كيستغلوا الضعف ديالهم كاينين عيالات وبنات كيستغلوهم الضعف ديالهم في شي جروبات في الفيسبوك اشنو باش يكتبوا كومونتيرات الاولين هذيك 200 كومونتير ولا 150 كومونتير مع كيرمي الفيديو ترين خويا خويا كدا خويا كدا حبيبي كنبغيوك انت هو اللي كاين اش كاين. واش المجتمع المغربي ولا بحال هكا كيتيق في اللوبيات طفاو لي بورطابل ديالهم على الناس طفاو لي بورطابل ديالهم ها البورطابلات طفاو يلا على الناس ماشي حشومه وعار طفاو خوتي لي لايك اخوتي باش طلع يحاول بغينا نطلعوا اللايف 226 كلشي يدير لي لايك الله يحفظكم او تيقوا بواحد تيقوا به كيفاش اخويا مراد حشومه عليا والله اشنو درت واش انا اللي سرقت هاد الفلوس انا اللي منظم واحد الحفله وكنقول لعباد الله ارو 400 درهم كاين الحلوى ديال اللوز كاين العصير كاين كذا اليوم كاين في الدخله كاين الحليب والتمر كيفما دخلوا لقاو الحليب والتمر قال كاين في الدخله الحليب والتمر هو فينا ود الحليب والتمر ها اشنو لقاو مساكن الناس لقاو مع الدخله لقاو الادريالين طلع ليهم لا اله الا الله فين هاد الحليب فين هاد التمر فين هاد العصير ها لابوكا ها الليمون ها الفريز لابوكا لابوكا وتنطق ديال الكلام ديال كيقول لهم لابوكا ها من عند دخلوا الماكلة ما تساليش وما كلانيش والله الا ما كلانيش اويلي 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 على شي وي عندك واحد كومونتير نجات اختي وحق الله اللي ما عندك الصح بحال هاد بحال هذاك شبه بحال اشبه الرجال هما اللي خرجوا على هاد البلاد كيدعي بالرجوله اين الرجوله كيقولك انا رجل باش اين الرجوله فيك وانت مشقوق واش تسمي راسك راجل فحل اين الفحوله والمشكل دابا دايره بواحد الرباعه ديال بين قوسين انا ما نعممش لغه التعميم لغه الجهلاء هاد الرباعه في الامارات يعني ديال راك عارفين شنو كيدير نحترموا القواعد ديال اليوتيوب باش ما نصدقوش طاري لنا شي مشكل عاوتاني صدق ضربنا بشي كوبي رايت ولا لا اله الا الله راكم عارفينهم دايرين بيه وكيبانوا في ستوريات كيبانوا في فيديوهات في لايفات ما يعني راكم عارفينهم عدد منهم شحال من وحده عيات مشات رونتها فساد ورونتها بزاف د الحوايج في الامارات اش كيقرب هذا كتلوي على بورزه طن طن اجي نزمو كدا كدا واخدا مواطن دابا شي يخرج يقول لعباد الله اش غتقول لعباد الله واخدا مواطن انا شريفه انا عفيفه اين العفه اين الشرف وانت لا اله الا الله يا ما كاين الصحراوي تحت الخيمه وبرز بار تحت الخيمه تبعات ولا الشرف عاد ولات العفه هي تيمت قالت له وحده كنا مشينا تعشينا هز الكتاب ها قالت له وحده كنا مشينا تعشينا بك وحسن ليك انت يا مسخوطه كون مشيتي تعشيتي بها درتي لك شي طويجين انت ووليداتك وهذا وغتخسري كاع 150 درهم على داك الطاجين ولا تولي غدا انت وراجلك عندك جوج وليدات وانت والراجل تخسر شحال 160 فرانك ماشي مشكلة 400 درهم من الواحد 160 فرانك ومالك يا اختي وديري موسيقى اليوم الحد انت والزوج ديالك عيشوا الرومانسية غتخسروا 600 درهم كاع غتشيط لكم 1000 درهم غديروا الرومانسية في الدار تعسي الوليدات تعيشي الحياة انت والزوج ديالك فين غادا غادا هما صدقوا داو لكم فلوسكم
نوبي ما كاين هاد نوبي. انا راه شريف علوي، انا شريف ملقبق سنتزار ما باتش 24 ساعة. ربي خرجها فيه، الله يا باباك ربي خرجها فيك. شتيش هادي بدات عندك ملي؟ الو الو شرطة دبي، شرطة دبي، علاش ما جاوبتيش؟ فين الزين؟ وا الزين مرك مهدوم الفم مازينش. او انا للشيطان ني با لا كاينش، ما كاينش حاجه تدخل لهاد ديبالا وتتش. وي حمزه ضروري ها، شنو كاينش؟ ما كاينش حاجه تدخل فيها انت. هاي الحاجه اللي ندخل فيها انا، الزرع ما يبقاش ينوض، ما الزرع ما ينوضش، نبقى نتزار انا. انا خصكم انتظار ارشيف على وين مولا قبة تاي لا سيني بالا. اي يا مومو طريق حريون ياسين اسماعيل مغربي في الغربة، مغربية في الغربة. وي اشنو وقاني بالا، اشنو وقاني بالا؟ الناس مشاو ليهم فلوسهم، راه كثر من 600 ديال البشر. لا ما كيقولوا، هما كيقولوا هما الناس مشا ليهم رزقهم، ردوا الناس رزقهم. والمشكله جاو بلاغ مع 9 الصباح ممنوع القفل. علاش شادين مع الناس؟ شديتو نتوما شادين من 9 الصباح حتى تخلصوا من بعض الله. ولكن ولا الناس راه كاين اللي مخلصين، عرفتي شنو؟ راه مده 15 يوم شهر. انا جاي من فرنسا فلوس 400 درهم، كاين اللي مخلص 800 درهم، كاين اللي خلص 600 درهم، واللي منظم الحفله في الامارات. دابا ما لقاو قال لك حتى شي واحد يهضروا معاه، حتى شي واحد قال لك الفلوس عفوا شدوها، ما لقاو حتى شي واحد اللي يهضروا معاه. وي تسليم يلاه، هما ما لقيناها من يهضروا، اشنو هي مع من يهضروا يلاه. واللي واللي جاي كيدير، كان كيدير بيب للحفله يعني في الامارات، واش عالو هضروا مع الناس وقولوا لهم فين هما الفلوس وشنو؟ يلاه بيعتهم العجل حشومه، حشومة هاد الشي وعار لا يعقل. يوقع الناس مواطنين مغاربة مهاجرين مغاربة في أوروبا يدخلوا لنا العملة، السيدة جايبة 17 واحد باش يتفرجوا في هاد الحفل، الفنان ديالنا الكبير اللي هو سميتو الفنان ديالنا حجيب، وتجي ما تلقاه والو في الحفلة، راه ما يمكنش. قال لك هاد الناس كلكم كاملين كون دخلوا اها وصلوا كون صبت الشا. والله الا كون صلوا كاملين كون صبت الشا، كون ناض الزرع، الزرع عندنا لا اله الا الله. ها غادي الحفله، ها كون ها انتم حفله وتايقين في واحد مشقوق، كون ها مشيتو صليتو، والله الا كون صبت الشا مشكله. نوال كاين غير بغيتي ندير ما الربعة هاديك ولا لا لا فهمت تيك توك. واو ودي اختي فاطمة بلاتي حنا نهضرو التيك توك. دابا انا بديت باليوتيوب، غنديرو لايف ديال اليوتيوب، عاوتاني غنديرو الانستغرام، عاوتاني غنديرو التيك توك ضروري. او نهضرو دابا على القضية اللي دايرة ضجة. اه وي خالد كيتباهى الانسان بالفلوس، دي بلوس عباد الله، راه حشومة دي بلوس عباد الله. خوتي لي لايك الله يحفظكم، لي جيم 300 واحد وما دايرينش، ما دايرينش يلاه 132 واحد الله يحفظكم. ياك هو كيتباع بالفلوس، وي كتباع بالفلوس بزاف الحوايج، امارات دبي الذهب ديال ديال الهنود فاش تحماق عنا. او تندير هاد الذهب ديال الهنود اه ندير لي بغيت كلاشيني باراشو باش قلت له الذهب ديال الهنود يدير واحد السلسله في واحد ستوري. احطب جهنم دابا ولا يدخل بوك يدخلك الجنة ها بين الناس حقيقة. وي كاميليا نصيب امين اختي نجاة الله ياخذ فيهم الحق. وي بنادم اللي كيصيفط دوك الرباع الفلوس من طبيعة الحالة مشاهير الانستغرام المغرب من طبيعة الحالة اخي دابا وي الذهب حرام على الرجال. على الله الانسان الذي يرتدي الذهب ويتشبه بالنساء محشوماش. حسبي مغربيه في برلين، حسبي الله ونعم الوكيل الله يحفظك.
كاين نزار، نزار من الاولين نهار الخميس نهار الجمعه ان شاء الله مع 9 الصباح كاين الجلسه، ونتمنوا نسمعوا اخبار الخير. وين بانو عرفتي العيالات حدا القاعه جوقه ديال العيالات، اما يخرجوا غير رزقهم من حقهم، حقهم مستحق، واش تضحك تطلع لهم ستوري وتضحك للناس؟ حنا كنجيبوا اخر الاخبار من حقهم هاد الناس. وراني صيفطت للمبعوث نيبالا، صيفطتو الدري عندي مصيفطتو تما اخر الاخبار من طقطق. السلام عليكم، ان شاء الله اسمع ضروري ان شاء الله. هذاك الشيء ديال الشعوذه معروف انسان وراه خير دليل، واحد الفيديو يعني حوالا عدروس كحل ولا ما تقهوي شناه، راه كاين فيديوهات في اليوتيوب شناه، تصور انسان قاسي يشتف على الدم، انسان لابس بلوزه ديال العيالات ندير واحد هذا بحالكم زوطوا على وجهه. هذا الشيء فين ولينا عايشين؟ واش ولادنا بغيتهم يوليو بحال هكا يوليو مشقوقين كاملين، يوليو كاملين امنوا بالشعوذه؟ راه مصيبه هاد الشيء، هذا راه لا اله الا الله، امين يا ربي الا انا. وي على المواطنين النوال، يبقى الله راكم ما فهمتش امين اخويا شنو قلتي؟ هم يديروا لهم الفلوس. وي خويا موال طبيعة الحال هاد الناس ما بغاوش يعيقوا، تصور انك من تيق من واحد ميؤوس من رحمة الله، واحد دوبيا ديال الخلا مشقوق كدعمو وتيق فيه، راه مشكلة. هو ما تيقش في لا اله الا الله، في اللحم اللي عاطيه ليه الله ما تيقش فيه، وانت كتثقي به. والمشكل هما العيالات، اكثريه العيالات هما اللي كيدعموهم، ما فهمتش انا هاد العيالات وبرجالهم. وتصور عيالات كتقول لهم خويا كدا، ما تدويش ليا علو، تحاربوني بالا ياك بنياتي، بنياتي كيقول لهم، ويني بنياتي حباباتي؟ ايه يعطيك لباباك حبوبه، انا بغيت لباباك حبوبه في الطابق مجلود، قالوا لي هاز وهاز الطابق بحال هاه، غادي نديرها. انا بغيت لك انا البواسر يكونوا دخلانين. ما شفتوش علاش تيدعموا الوسخ؟ وحق الله ما نال اختي، ما فهمتش انا كيدعموا في الوسخ، ما فهمتش. واحد قال لي نبقى خصنا نسميك مفتش كورومبو. لا يفلح الساحر من عيت اتى، لا يفلح. تصوروا وحق الله اخوتي، لما انسانه من السعوديه انا والشعبيه صاحبي نيت كان كدوي معانا، تصور ان لا قلت الله كبار كبيره